اليقين الذي تحدث عنه الزميل أحمد أبو زيد والذي لا تخطئه العين هو أيضا ذلك اليقين الذي ترصده وتشاهده وتلمسه في قلوب المصريين الذين توجهوا فور وصولهم إلى عرفات إلى جبل الرحمة. المصريون هنا متعلقون بجبل الرحمة منذ وصولهم في اللحظات الأولى، منذ وصولهم ليلة أمس وفي فجر أمس حتى هذه اللحظة موجودين، معظمهم موجودون هناك في جبل الرحمة يدعون ويتضرعون إلى الله عز وجل أن يغفر لهم. هناك حالة من الروحانيات الموجودة هنا في عرفات من قبل جميع الحجاج، الحجاج المصريون الذين لا زالوا مثل غيرهم هنا موجودين في جبل عرفات وفي جبل الرحمة وفي أماكن مختلفة، في هنا من خلفي في مسجد نمرة وفي جميع المشاعر المقدسة قلوبهم معلقة بالله. جاءوا من أصقاع مختلفة وجاءوا من أوطان بعيدة لكنهم هنا إلى الله أقرب. هم يؤمنون بأن الله إله واحد وبأن البشر سواسية وبأنهم جميعا من آدم كما ذكر زميلي أحمد. دعيني فيروز ودعيني دينا أتحدث تحديدا عن المصريين، نتحدث عن حالة المصريين، حالة أو الروحانيات التي يعيش فيها المصريون هنا في عرفات منذ قدومهم منذ اللحظة الأولى. هناك حالة كبيرة من التيسيرات التي تقدم للمصريين من قبل وزارة الداخلية، من قبل بعثة الحج الرسمية المشرف عنها أو عليها وزارة الداخلية المصرية، من حيث وصولهم بشكل مبكر إلى هنا إلى مشعر عرفات أو حتى تسكينهم وتوفير جميع اللوجستيات المتعلقة بهم وتوصيلهم في حافلات منظمة ومنسقة مع الجانب السعودي إلى مشعر عرفات. أيضا من ضمن التنسيق ومن ضمن التنظيم الذي عهدت به وزارة الداخلية لضباط وأفراد وأعضاء البعثة المصرية ما يتعلق بالإعاشة، كثيرة هي التسهيلات التي تقدم إلى المصريين من حجاج البعثات المختلفة، البعثات النوعية المختلفة سواء القرعة أو السياحة أو حتى الجمعيات الأهلية. هذه التسهيلات تقدم بلا تمييز لجميع المصريين وأيضا ربما من جنسيات أخرى من ضباط وأفراد البعثة المصرية المتواجدة هنا على مدار الساعة منذ أسبوعين وحتى هذه اللحظة وربما لأيام قادمة. ستواصل البعثة المصرية عملها وستواصل تقديم يد المساعدة والمعونة للحجاج المصريين، بداية من اختيار وانتقاء الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأيضا اختيار وانتقاء المخيمات في المشاعر المقدسة في عرفات ومن ثم في منى التي سيقضون فيها ليومين أو لثلاثة أيام مرورا بمزدلفة. الحافلات بعد ساعة ونصف ستنطلق من هنا من عرفات وستمر وستبيت ليلتها في مزدلفة ومن ثم سوف تذهب إلى منى. بعضهم سوف يذهب إلى المسجد الحرام، من لديه طواف وسعي سوف أو ما لديه كلهم لديهم طواف وبعضهم لديه سعي سوف يؤدون بقية المناسك ويعودون لتمضية بقية أيامهم في مشعر منى. الأمور حتى هذه اللحظة تسير بشكل يسير وبشكل موسط وبشكل منسق بالنسبة لوزارة الداخلية والمسؤولين هنا المصريين من وزارة الداخلية مع الجانب السعودي. فيما يتعلق بالصحة العامة وفيما يتعلق ببعثة وزارة الصحة البعثة الطبية المصرية، الأمور أيضا تسير بشكل يسير وبشكل مستقر بالنسبة للحالة الصحية لجميع المصريين المتواجدين حتى هذه اللحظة في مشعر عرفات. عيادات متنقلة وأخرى عيادات ثابتة، عيادات في المخيمات وعيادات في الفنادق التي يتواجد فيها المصريون في المشاعر المقدسة. هناك أكثر من 7 أطنان من الأدوية توزع بشكل مجاني للمصريين الذين ربما قد يتضررون من أشعة الشمس الحارقة في صباح هذا اليوم. الآن الأمور تبدو لطيفة إلى حد كبير، الأجواء تبدو لطيفة مع اقتراب النهار، مع اقتراب الليل ومع نهاية هذا اليوم. نحن الآن في الأشواط الأخيرة، في الأمتار الأخيرة من نهاية هذا اليوم. كما قلت لم يتبقى إلى ساعة أو ساعة ونصف ينتهي هذا اليوم العظيم، ينتهي هذا المنسك الأهم من مناسك الحج. الركن الأكبر والركن الأعظم والركن الأشرف ربما من مناسك الحج هو الوقوف بعرفة. الزميل همام مجاهد مراسل أكشن نيوز من مشعر عرفات والزميل أيضا أحمد أبو زيد، يعني نراكما قد أحرمتما، أشكركما جزيل الشكر.